السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، ورجعت لكم اليوم في مقطع جديد بيكون مراجعة وتقييم للعبة المغامرات والعالم المفتوح أساسن كريد بإصدارها الجديد أوديسي. قبل ما أبدأ أتمنى منكم الدعم للقناة باللي تقدرون عليه وكل اللي عليه يقدم لكم المحتوى والمراجعات وغير من الأمور، فيعطيكم العافية. والحين خلونا نبدأ. أساسن كريد تعتبر سلسلة رائعة ومتميزة واستمرت لإصدارات كثيرة، واللي نتج عن كثرة الإصدارات أن خلصوا القصة عن حللوها في أجزاها أو في عمقها الأساسي، مثل شخصيات شفناها مع ديزموند مايرز وأصدقائه، بالإضافة لإتسيو والشخصيات الرهيبة اللي شفناهم في الأجزاء السابقة. لكن ما انتهت السلسلة، يوبيسوفت حبت تكمل لأن لها جمهور كبير، بالإضافة أن في بعض الترابط في القصة في الأجزاء الجديدة اللي تغيرت طريقة اللعب والأسلوب وأيضا عالم اللعبة والقصص الجديدة، مثل ما شفنا في إصدار أوريجنز قدمنا الحضارة المصرية بشكل جدا رائع وقصة بايك وأيضا الإحساس له الفريش الجديد للسلسلة. وتم استكمال هذا التغيير الجديد للسلسلة مع إصدار أوديسي اللي راح تقدم لك عمق أكثر كلعبة RPG بمحتوى ضخم جدا وقصة مختلفة. في البداية نتكلم عن الجيم بلاي أو طريقة اللعب، وهو أهم جانب بالنسبة لي. اللعبة نظامها أكشن RPG في عالم مفتوح، وتعتمد على جمع الكوستات أو المهمات اللي أنت تسويها براحتك وترتبها، تبي تسوي أي شيء قبل الثاني القصة قبل المهمات الجانبية. فهذا هو RPG للي ما يعرفه، أنك أنت لك الحرية في تصميم شخصيتك بالإضافة لإنجاز المهمات بأي ترتيب أنت تحبه. وغالب المهمات اللي تاخذها او الكوستات راح ينتهي فيك المطاف الى خوض معركة او قتال، او ممكن احيانا حدث غريب او مجرد مساعدة الناس. بالنسبة للقتال يعتمد على استخدامك للاسلحة، الاسلحة المنوعة مثل ما شفنا في اوريجنز، عندك الرمح، المطارق، السكاكين، والقوس والسهم، بالاضافة ان تم استبعاد الدرع الموجود في اوريجنز وحطوا لك قدرات خاصة او قدرات خارقة منوعة. عندك ثلاث اقسام فيها، قسم الاساسن او المحارب او القناص، انت تختار شنو تبي اسلوبك في اللعبة. تقدر تنجز اي مهمة بطريقتك الخاصة، تبي تكون اساسن وتتخفى، تبي تكون محارب وتهاجم وتدخل عليهم كحرب، او ممكن تصير قناص وكل شغلك من بعيد لبعيد تستخدم الاسهم في قتال الاعداء. طبعا هذه القدرات الخيالية او الخارقة مكتسبة من الرمح ليونايدس اللي يكون معاك في اللعبة وهو مرتبط في القصة. طبعا وجود هذه القدرات نتج عنها ان اللعب صار احلى في القتال، راح تدمج اسلوب القتال العادي مع هذه القدرات في اي معركة تشوفها، وكل مرة لما تلفل تفتح اشياء جديدة تطمع في قتال اكثر، واللعبة فعلا تقدم لك محتوى ضخم جدا من القتال. تبي تقاتل في القصص او في المهمات الجانبية او في عالم اللعبة مع الوحوش او خلونا نقول المخلوقات الحيوانات الموجودة او اي يعني فورت تبي تحررها مخيمات الاعداء، راح تبحث عن القتال طول الوقت لمجرد استخدام هذه القدرات والمتعة اللي فيها. ثاني شيء في الجيم بلاي موضوع الشخصية وتصميمها وتعديل الدروع اللي عليها والترقيات وهذه الأمور. إذا أنت تحب ألعاب الـ RPG راح تستمتع في هذا الشيء في أساسن كريد، لأن كل قطعة تقريبا منفصلة عن الثانية، الجزء السفلي من الجسم أو الصدر أو الأيادي أو الأرجل أو حتى الخوذة، كل قطعة لها مميزات خاصة أو شكل خاص، وتركب وتألف بالشخصية مثل ما أنت بي، مثل ما شفنا في ألعاب RPG. وتخيل أن كل درع بسيط عليك أو حتى سلاح له مميزات داخلية، وتركب عليه مميزات أكثر وتسوي كرافتنج ومن الأشياء أو الألمنت اللي تجمعها في الطبيعة وتزيد قوتها، وراح تشوفها يعني كلها مشروحة بالعربي والتفاصيل في الأسلحة أو في الدروع. ثاني شيء من الإضافات اللي حطوها في اللعبة أن في معارك تصير وقت الحروب الموجودة في الحقبة التاريخية هذيك، تقدر تشوف معارك وتشارك فيها وتصف مع أي طرف يعجبك أنت حسب الجوائز اللي راح تاخذها، بما أنك أنت مرتزقة مالك جهة معينة تقدر تغير فيه كل مرة. وفي النهاية أنك تشارك في هذه الحرب، منها تستمتع في القتال، منها تاخذ يعني ليجندري ويبنز وأشياء وريوردز فعلا تحفزك أنك تبحث عن قتال ثاني، بالإضافة إلى الغنائم بعد ما تخلص تشيل من الأرض. ثالث قسم في اللعبة من ناحية الجيم بلاي هو الحروب البحرية، عندك خريطة مليانة بحار وفيها كمية كبيرة من القتال في حرب السفن اللي نعرفها مثل ما شفنا في بلاك فلاغ وغيره، لكن حرب السفن مثل ما تقولون ما توسعوا أو تشعبوا فيها بشكل كبير، مجرد أنك تهاجم وفي أكثر من طرف في البحر، عندك الأثنز أو السبارتنز أو قراصنة كلهم بتخوض معاهم معارك في البحر، في النهاية أنك راح تكسب لوت منهم وتستمتع في طريقك وانت تتنقل بين الجزر. We just have to keep our sights on what the bloodline will do for us. أما الحين نتكلم عن القصة والأحداث في اللعبة. الأحداث عن كاساندرا بما أني أنا اخترتها، وأنت تقدر تختار بين كاساندرا وألكسيوس في القصة، ما راح يفرق أي شيء من ناحية القصة، لكن مجرد شكل الشخصية أمامك بالإضافة لأداء الصوتي في اختلاف ما بينهم.
طبعا القصة راح تنقسم لأكثر من محور. أحد هذه المحاور الأساسية أن شخصية فقدت أمها وهي صغيرة وكبرت وتربت أنها تكون مرتزقة، بعدين تعلمت على القوة والقتال وهذه الأمور، وراحت في رحلة أو انطلقت في رحلة أنها تبحث عن أمها وأبوها. وطبعا بما أن الشخصية مرتزقة راح تعمل لحساب من يدفع أكثر، أنت بنفسك راح تختار الإجابات بين الحوارات والشخصيات اللي تشوفهم في عالم اللعبة والقصة، وهذه الاختيارات راح تأثر على أفعالك وانحيازك بالإضافة للأحداث اللي ممكن تصير في القصة، بالإضافة أنك راح تقابل قادة أو جيوش السبارتا أو الأثنز وتتكلم معاهم وتقدر تساعدهم أو تطنشهم أو تساعد أي طرف منهم، بعدين تقلب على الطرف الثاني. طول اللعبة أنت كيفك تسوي اللي تبي في أي طرف تاخذ اللي هو السبارتنز أو الأثنز الموجودين في اللعبة. فتقريبا أحد محاور القصة الأساسية أن تبحث عن أمها وبتقابل شخصيات وناس كثيرين في اللعبة تبي منهم معلومات، لكن ما راح يعطونك المعلومات إلا من تنجز لهم المهمات. فتقريبا اللعبة مبنية قصتها على قصص كثيرة في اللعبة وناس راح تقابلهم، بالإضافة أن في قوة خفية في اليونان اللي هم الطائفة الشريرة، ويتشكلون من مجموعة كبيرة وهم متغلغلين بين الناس في الأثنز أو السبارتنز أو حتى من حولك وأنت ما تدري، بالإضافة أنك راح تقاتل كل هذه الأطراف. بشكل عام القصة اللي لاحظتها أنها مقسمة لمجموعة من القصص، يعني ما اعتبرها محور أساسي اللي تخلص بعشر ساعة 12 ساعة وخلاص، لا راح يكون فيها قصص كثيرة جدا، وكثرة هذه القصص يعني في منها اللي يعجبك في منها اللي ما يعجبك، لكن لما تجمعهم كلهم تحتاج لا يقل عن 25 ساعة إلى 30 ساعة فقط في مهمات القصة. بالنسبة لعالم اللعبة، أهم العناصر في ألعاب العالم المفتوح أن تقدم لك عالم ضخم وعالم جميل، وهالشيئين موجودين للأمانة في اللعبة، أن فعلا الخريطة فعلا ضخمة شيء كبير، واحتجت يعني تقريبا 30 ساعة أني أكتشف نص الخريطة فقط، يعني تقريبا يبي لك 60 ساعة علشان تستكشف الخريطة بالكامل وتشوف كل الأماكن اللي في اللعبة. البيئة جدا جميلة وملونة وفيها يعني طبيعة بشكل كبير أكثر من السابق، فيها خضرة، فيها مرتفعات، فيها مدن، فيها أماكن خريف في الغابات، فيها أماكن ربيع، فيها أماكن مفتوحة، فيها شواطئ، فيها بحيرات، أيضا مدن ضخمة مثل مدينة أثينا وأيضا مدينة سبارتا. تخيلوا أن بعض الجزر الموجودة في اللعبة فيها بيئة مختلفة تماما، راح تشوف أشياء تصدمك، حتى لو تخلص اللعبة راح تلقى لك عالم خفي داخل اللعبة مليان مهمات مليان شخصيات كأنهم أساسن كريد أجزاء ثانية يعني منفصلة تماما. بعض الجزر اللي زرتها انصدمت فعلا من كمية المحتوى اللي فيها والبيئة شلون تغيرت بشكل كبير عن اليونان الملونة. لازم تعرف ان نص اللعبة او خلونا نقول نص خريطتها عالم بحر ضخم، وهذا العالم راح تقدر تغامر فيه سواء كان على البحر او على اليابسة، بالاضافة للجبال والاعماق. بالنسبة للرسومات أو الجرافيكس، مبدئيا في الشخصيات تشوفونها شكلها فعلا ممتاز، فيها تفاصيل حلوة من ناحية المظهر العام للشخصية، بالإضافة للبشرة اللي فعلا فيها دقة كبيرة، حتى العروق اللي تحت الجلد تبين. لكن للأمانة مو كل الشخصيات، بعض الشخصيات اللي تشوفهم الكمباس الموجودين في اللعبة تشوفها جدا يعني تفاصيلها بسيطة أو ما تتقارن في الشخصيات الرئيسية. بالنسبة لعالم اللعبة جميل جدا، مليان تفاصيل، الانعكاسات، الضوء جدا جميل، والأشياء والأجواء من حولك ملونة بشكل ممتاز وفيها دقة عالية. مع العلم أن بعض الأحيان أحس أن الجرافيكس أقل من أوريجنز، لكن ننتظر في التحديثات ممكن يتحسن من ناحية التكستشر ويكون شكله أفضل. لكن بشكل عام أشوف أن الرسومات جدا جميلة وفيها تفاصيل حلوة، والشيء جميل أنه ملون هذا الجزء أكثر من السابق، وما شفت أي مشاكل بالفريم أو أي بطء في اللعبة. طبعا نسختي الموجودة هي على إكس بوكس 1 إكس. أما الحين نتكلم عن المميزات. أول ميزة أو أكثر شيء عجبني في اللعبة هو تصميم الشخصية، من ناحية التسليح والدروع والقدرات واستخدامها في القتال جدا ممتع، حتى لو تخلص القصة والمهمات راح تبحث عن قتال وتستخدم القدرات اللي عندك وتسوي مهمات كثر ما تقدر، لأن فعلا أنا شخصيا هذا الشيء حسيت أنه ما أشبع منه اللي هو الجيم بلاي والقتال في اللعبة. وهذه الأشياء التصميم والقدرات كلها أيضا تسويها على سفينتك، تقدر تصمم سفينتك وتغير شكلها وتغير الطاقم اللي معك والقدرات وأيضا التطويرات وألوان السفينة بشكل عام. ثاني ميزة باللعبة عجبتني هو الجيم بلاي والتنوع اللي فيه، عندك القتال العادي اللي راح تستخدمه في المهمات في القصة أو المهمات الجانبية أو الاستكشاف أو حتى القتال والصيد وغيره من الأمور، بالإضافة لإنهاء مجموعة المرتزقة اللي فعلا عددهم كبير في اللعبة، كل شوي راح يطلع لك واحد وراح تتقاتل معاه أو زعيم معين، بالإضافة للأشياء اللي ما بيتكلم عنها، وعندكم الطائفة فيها شخصيات كبيرة راح أنت تستكشفهم في الجيم بلاي. فالقتال العادي واستخدام أسلوب الأساسن أو المحارب هذا جانب أول في اللعبة، الجانب الثاني عندك المعارك اللي راح تخوضها في البحر وتقاتل القراصنة أو الأثنز أو السبارتنز، والجانب الثالث اللي عندك راح يكون اللي هي المعارك اللي ذكرتها لكم، المعركة مثل 300 وغيره، هذه أيضا جانب ثالث في اللعبة من ناحية الجيم بلاي.
ثالث ميزة في اللعبة اللي هو كمية المحتوى. لما تجيك لعبة عالم مفتوح يكون فيها خريطة كبيرة، كل اللي تتمناه أن تكون مغطى بشكل كامل. اللعبة تقريبا ما حصلت فيها دقيقة واحدة أكون فاضي. عندك مهمات جانبية منتشرة بشكل كبير، عندك القلاع، عندك الحروب، عندك البحر نفسه والاستكشاف والجزر اللي أصلا مو ما لها علاقة في القصة، تروح أنت تستكشفها وتشوف شنو عليها. فكمية المحتوى في اللعبة، إذا أنت تبحث عن لعبة تعطيك ساعات طويلة من اللعب راح تلقاها في هذه اللعبة، وهذه أحد المزايا اللي فعلا تحسب للعبة، أن غطوا لك الخريطة بالكامل بأشياء ممكن تسويها. أما بالنسبة للعيوب، أول شيء أزعجني صراحة في اللعبة موضوع الفويس أكتنج أو الأنيميشن أو حركة الشخصيات لما هم يتكلمون، ما حسيتهم واقعيين أو مثل ما تقولون أقنعوني إن فعلًا في شخصيات أو الإخراج بالشكل المطلوب، لأن في تفاوت. أغلب الأوقات أشوف إن الحوارات تكون ضعيفة في أدائها أو شكلها، مو الصوت. الصوت حلو لكن مشكلة الشخصية ما تحس إنها راكبة على الأداء الصوتي. وللأسف تم استغلال موضوع اختيار الإجابات في الحوارات بشكل مفرط في اللعبة، وقللوا المشاهد السينمائية اللي فيها أكشن أو تحس إن فيها إخراج سينمائي. صار أكثر محتوى والقصة متوزع على الحوارات اللي تشوفها في اللعبة، يعني تقريبا أكثر الأوقات بتشوف المحتوى اللي في القصة أو الأحداث اللي في المهمات بهذا الشكل. You, isn't it? I like the sound of that. But what was your plan once you found me? I came to offer you a deal. Sneaking into my city is a strange way. ايضا من العيوب اللي لاحظتها في كثير تشابه في اغلب الشخصيات اللي ممكن تكلمهم في عالم اللعبه، اغلبهم تقريبا نفس التصميم. للامانه لخبطت في بعض المهمات، ما ادري اي واحده منهم كلمت، لان تقريبا كلهم بنات بنفس اللون البشره والشعر والشكل هذا. حتى اشكال الرجال فيهم تشابه، حتى اللي موجودين في مهمين في القصه والناس العاديين الكومبارس تلقاهم نفس الشكل، شعر ابيض ولحيه بيضه ونفس الاسلوب تقريبا. اما بالنسبه للتقييم بشكل عام، لعبه اساسن كريد اوديسي كانت تجربه جدا جميله وفعلا استمتعت فيها، وكان فيها محتوى ضخم جدا، وحتى بعد ما انهاء اللعبه مليانه محتوى وفيها مهمات كثيره ما سويتها. فاللي يحب الالعاب الطويله، العاب الار بي جي، العاب اساسن كريد بسهوله راح تعجبه هذه اللعبه. لكن اللي ما عجبته اوريجنز او ما يحب هذا الستايل ممكن هذه ما تعجبك، لكن لازم تعرف انها النسخه المطوره من اوريجنز وتقدم لك محتوى اكبر وافضل. وبالنسبه لتقييمي للعبه هو 8.7 من 10. كان هذا كل اللي عندي بخصوص مراجعة أساسن كريد أوديسي. اعتبرها واحدة من أطول مراجعات لأن فيها كلام كثير ومحتوى كبير لازم أني أغطي لكم، وأتمنى هذه المراجعة كانت يعني ممتازة ومنصفة وأعطتكم مستوى اللعبة اللي أنتوا لازم تعرفونه عشان تقررون تشترون هذه اللعبة أو لا. أتمنى عجبكم هذا المقطع، أتمنى يستاهل الدعم وتدعمون القناة، وإن شاء الله أشوفكم في مقاطع ثانية ويعطيكم ألف عافية. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.